حمودة أو تيمومي، محمد تيمومي واحد من أساطير كرة القدم يحضر هذا العرس الكروي الكبير. طبعا هذه القافلة التي توجد الآن من هذه الكوكبة من النجوم هرجوا أو جاءوا لمدينة العيون في 8:55 في رحلة خاصة من مراكش لمدينة العيون في وفد يتشكل تقريبا من 150 شخص من ضمنه طبعا اللاعبين وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعض النجوم الآخرين من ضمنهم بدر هاري الاسم الرياضي العالمي المغربي وكذلك رضوان واحد من الموسيقيين العالميين والعديد من الفنانين في إشارة واضحة بأن الكل يتعبأ والكل مجند في هذا اليوم الكبير يوم 6 نوفمبر المسيرة الخضراء الصورة المضيئة للوطن بعد 40 سنة أشياء عديدة تغيرت في هذه الأراضي الطيبة هذه الأراضي الغالية كما هو في العيون كما هو الحال في العيون وكذلك في أوسر في الداخلة في طنطان في السمارة في بكرة في من طنجة للقويرة هناك مسيرة متواصلة وإنجازات متواصلة ومغربي حضاري متقدم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. كان هذا سيدتي وسادتي عزف النشيد الوطني خالد في هذا